وناموس للصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرهان على فوز راهيه وسلام يا مرغم سلام. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه. انطلاقات شوطنا السابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام، سابع اشواطنا هنا بانطلاقات وتحديات الزمول المحليات الاصايل هنا ايضا لابناء القبائل بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. نسير معكم هنا بالانطلاقة نتابع التحدي، نتابع المهندس العلي بن سالم بن حمد بن سليم لقتبي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني والقادم هنا موفي الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري ومن الجانب الآخر شمردل لسعيد بن خليفة بن طارش المنصوري من يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع نجم المنطلق هنا لسالم بن حمد بن دري الفلاحي من يأتي بنجم بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل والتحدي. هنا الوصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات والقادم هنا مشوش الحمد بن سالم بن سريم لقتبي على المركز الخامس وسادس المراكز، المركز السادس هنا والانطلاق والتحدي على سادس المراكز يأتينا هنا شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة من ينطلق بشاهين بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي. الوصول هنا أيضا والقادم هنا سراب لمحمد بن عبيد بن خليفة الطنيجي من يأتينا هنا على سابع المراكز والمركز الثامن، المركز الثامن والوصول من المختبر مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي يقدم لنا المختبر. المركز التاسع شمردل ياتينا في المركز التاسع الخليفة بن حميد بن خميس البادي من يصل هنا بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. أما على المركز العاشر عاشر المراكز من الجانب الآخر المنطلق هناك فاروق لخالد بن فيصل بن محمد بن شريم المري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا متواجدة بهذا الانطلاق متواجدة بتحدي وبالإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام نعود هنا إلى صدارة هذا الشوط وإلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الصدارة. نتابع الصدارة والمقدمة والمركز الأول هنا المهندس العلي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. موفياتنا في المركز الثاني الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري وعلى المركز الثالث شعار بن حلوة المتسلل بهذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق. شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة من ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الآخر القادم هنا شمردل لسعيد بن خليفة بن طارش المنصوري من يأتينا على المركز الرابع وعلى المركز الخامس المنطلق من هنا مشوش حمد بن سالم بن سليم لقتبي من يأتي
بمشوش بهذه الانطلاقة والأداء. سادس مراكزنا نجم المنطلق هنا لسالم بن حمد بن دري الفلاحي من يقدمه بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل وتحديات هذا الشوط. المركز السابع، المركز السابع عندك يا الطريقي هنا القادم بهذا الانطلاق مع سراب محمد بن عبيد بن خليفة الطنيجي من يأتينا هنا بهذه المسيرة وبهذا التحدي الوصول. هناك من المختبر مطار بن سعيد بن حلوة ليقتبي على ثامن المراكز وعلى المركز التاسع. المركز التاسع ياتي شمردل هنا لخليفة بن حميد بن خميس البادي من يقدمه على المركز التاسع والمركز العاشر. مشاهدينا ومتابعينا الكرام القادم بهذه اللحظات هنا وانطلاقة وتحديات هذا الشوط وفاروق هنا القادم لخالد بن فيصل بن محمد بن شريم المري من يأتينا هنا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا بهذا الانطلاق والأداء هنا مع منتصف المسافة هنا بانطلاقة وتحديات هذا الشوط والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة وعلى المركز الأول. اندفع مشاهدينا الكرام بالصدارة هنا شاهين من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوى الاكتبي من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني المهندس علي بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي من يقدم المهندس على المركز الثاني. والمركز الثالث موفي هنا القادم موفي أو موفي هنا بهذا الانطلاق لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري منطلقا بهذه التحديات والإثارة هنا على المركز الثالث. المركز الرابع مشوش ياتينا على المركز الرابع، مشوش من ينطلق على المركز الرابع هنا في هذه اللحظات لحمد بن سالم بن سريم لقتبي وشمردل. سعيد بن خليفه بن طارش المنصوري ياتينا على المركز الخامس وسادس المراكز. نجم هنا من ياتينا على سادس المراكز هنا بشعار سالم بن حمد بن دري الفلاحي من يقدم نجم هنا على سادس المراكز. المركز السابع، المركز السابع والقادم هنا سراب لمحمد بن عبيد بن خليفة الطنيقي والمختبر مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي وياتي شمردل هنا بانطلاقة وتحديات خليفة بن حميد بن خميس البادي وعلى المركز العاشر. والقادم فاروق على المركز العاشر الخالد بن فيصل بن محمد بن شريم هنا من يأتينا على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة وأسامي قادمة، أسامي قادمة بهذه الانطلاقات والتحديات هنا الجميلة. ومرحبا بالجميع. نعود مشاهدينا الكرام إلى شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا مع بن حلوة من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول. محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي من يقدمه على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا بعد المنعطف الأخير، بعد المنعطف الأخير وفي طريقنا إلى مدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني، المركز الثاني المهندس يأتينا على المركز الثاني، المهندس القادم على المركز الثاني هنا لعلي بن سالم بن حمد بن سريم لقتبي ومشوش الحمد بن سالم بن سريم لقتبي أيضا يتواجد على المركز الثالث. والمختبر
في المركز الرابع هنا لمطر بن سعيد بن حلوة لقتبي، والقادم نجم، نجم القادم هنا لسالم بن حمد بن دري الفلاحي، من يقدم نجم هنا بهذه اللحظات وهذا الانطلاق. وهناك سراب القادم ايضا هنا الوصول من شمردة لسعيد بن خليفة بن طارش المنصوري هنا في هذه الانطلاقة. ما شاء الله الكل قدم هنا للبحث عن الفوز وعن الناموس. صدارة هذا الشوط هنا والمقدمة والمركز الأول. أعود هنا إلى المقدمة، إلى الصدارة وإلى المركز الأول بشعار جبارة صاحبة الكاس الإنتاج يوم أمس. يأتينا هنا شاهين هذا الانطلاق والأداء المميز، محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي من ينطلق على صدارة على المقدمة مع الكيلومتر الأخير وصدارة هذا الشوط هنا منطلقا أبو أحمد بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل. نتابع هنا إذن شاهين منفردا انفرادا كليا عن البقية بعد الكيلومتر الأخير. هنا يبغي الخوانيج بأدائه المميز فما قدم جبارة في عاصمة الميادين، يأتي هنا أيضا شاهين بهذا الانطلاق والأداء المميز. مشوش القادم، مشوش الحمد بن سالم بن سريم لقتبي قادم أيضا هنا هذا الانطلاق الجميل والوصول يوذي اللحظات. أيضا المهندس علي بن سالم بن حمد بن سريم لقتبي أيضا قادم، ولكن شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة على المركز الأول صدارة هذا الشوط. روح يا بن سريم، روح قاد منك بن سريم يا بن حلوة. هنا المهندس قادم في هذه اللحظات، المهندس قادم هنا أيضا العلي بن سالم بن حمد بن سريم لقتبي، ولكن الصدارة مع شاهين. شاهين سلام للخوانيق، سلام سلام للخوانيق، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. شكرا أيضا لأحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي داعم هذا الشعار، له التهنية على هذا الفوز المميز الجميل. تهانينا لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي المركز الثاني. المهندس العلي بن سالم بن حمد بن سليم مشوش، يأتينا الحمد بن سالم بن سليم لقتبي على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع والقادم هنا طويق، من يأتينا على المركز الرابع الموسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، والوصول هنا أيضا بهذه الانطلاقة من مطفي لمحمد بن يوسف بن غانم أهلي، من حل على المركز الخامس بهذه الانطلاقة. وسادسا مغادر الناصر بن راشد بن سعيد اليابري، من يأتينا على المركز هنا أيضا. متابع مشاهدينا الكرام، ثلاثة دقيقة تسع ثواني ثلاثة من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجل هنا بانطلاقة شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي، والسلام لأهالي الخوانيج على هذا الأداء. المهندس 12 دقيقة 15 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا هنا لعلي بن سالم بن حمد بن سريم لقتبي. بينما المركز الثالث وصلنا مشاهدينا الكرام، مشوش الحمد بن سالم بن سريم لقتبي هنا ب 13 دقيقة 15 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. انطلاقاتنا تتوالى هنا على أرضية هذا الميدان، وهي انطلاقة هنا الشوط الثامن في مجموعة الأشواط وشوطنا الثامن الخاص بانطلاقة وتحديات هنا أيضا هذا الشوط مع الزمول المهجنات الأصايل بناء القبائل للانطلاق وبهذا الأداء المميز الجميل. ونسير معكم هنا بهذه الانطلاقة ونسير ونتابع